السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي في القناة. أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة، المرجو الضغط على المربع الأحمر للاشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس بجانبه ليصلكم جديد فيديوهاتنا فور نزولها. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بوصفة رائعة جدا لتبييض البشرة، وصفة رائعة تعمل على تفتيح البشرة، تترك البشرة صافية وتحافظ على البشرة من الإسمرار ومن التصبغات التي تكون في البشرة، وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. أول شيء سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى حبة طماطم، وسوف نحتاج كذلك إلى ملعقة واحدة من معجون الأسنان، أي نوع معجون الأسنان متوفر لديك. أولا نقوم بأخذ وعاء ومبشرة، نقوم ببشر حبة طماطم في مبشرة. فبعدما قمت ببشر حبة طماطم، لدينا هنا مقدار ملعقة كبيرة من مبشور الطماطم، ثم أقوم بإضافة ملعقة واحدة من معجون الأسنان وأقوم بمزج المكونين معا. نحاول أن نمزج الخليط جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس. فبعدما نقوم بمزج الخليط جيدا، نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ حتى نزيل جميع الأوساخ المتراكمة على البشرة. ثم بعدها نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة، أي على الوجه والرقبة. نترك هذا الخليط مدة لا تقل عن نصف ساعة، وسوف تلاحظين إن شاء الله نتيجة ممتازة جدا، يرطب البشرة ويعالج مشاكل كثيرة للبشرة، ويعمل كذلك على تفتيح البشرة بدرجة هائلة. هذه الوصفة حبيباتي ممكن أن تستخدميها للبشرة وليديك وللرقبة أيضا والكوعين والركبتين، أي الأماكن الداكنة المتواجدة في الجسم، فهي تعمل على تفتيح الجسم. فأتمنى إن شاء الله أن تنال الوصفة إعجابكم، لأنها حقا رائعة وفعالة وممتازة جدا جدا ومجربة. إن شاء الله أتمنى أن تعجبكم الوصفة، ولا تنسوا أن تعملوا لايك للفيديو وأن تشتركوا في القناة، ولا تنسوا كذلك أن تتركوا لي آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. وشكرا على مشاهدتكم ووفائكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.